في العرض الأخير أوجدنا الميل على نقطة معينة للمنحنى y تساوي x تربيع، لكن دعونا نرى إذا كان يمكننا أن نعمم هذا ونأتي بصيغة تجد لنا الميل على أي نقطة من المنحنى y تساوي x تربيع. إذن دعوني أعيد رسم الاقتران هنا. ليس من الخطأ الحصول على رسم جديد. إذن هذا هو محور y وهذا محور x. دعوني أرسم المنحنى، إنه يبدو كهذا. لقد رأيت ذلك عدة مرات. هذا هو y يساوي x تربيع. إذن لنكون عامين جدا الآن، تذكروا أنه إذا أردنا أن نجد، دعوني أكتب تعريف المشتقة التي لدينا. إذا كان لدينا نقطة ما هنا دعونا نسميها X. إذن نريد أن نكون شاملين للغاية، نريد إيجاد الميل على النقطة X. نرغب بإيجاد اقتران بحيث تعطيني X، وسأخبرك الميل على تلك النقطة، سوف نسمي ذلك F X. هذه ستكون مشتقة F X. لكن كل ما تفعله هو انظر اف الاكس تعطيني، انه اقتران بحيث تعطيني اكس ويعطيك قيمة ذلك، ونرسم المنحنى هنا مع اف الاكس تعطيني نفس قيمة اكس تلك، لكنه لن يعطيك قيمة المنحنى، انه لن يقول هذا هو اف الاكس، سيعطيك قيمة ميل المنحنى على تلك النقطة. إذن f الاكس إذا وضعتها في ذلك الاقتران فيجب أن يعطيك الميل على تلك النقطة. تعلمون أنه إذا وضعتم 3 هنا ستقولون الميل هنا يساوي 6، لقد رأينا ذلك في المثال الأخير، إذن هذا هو ما نرغب بفعله. وقد رأينا في آخر عرض، أعتقد أنه كان 2، حيث عرفنا f الاكس على أنه يساوي حسنا، سأكتبه بهذه الطريقة، إنه ميل الخط القاطع الواقع بين X ونقطة ما تكون أبعد بقليل من X. إذن ميل الخط القاطع عبارة عن التغير في Y. إذن هو عبارة عن قيمة Y من النقطة التي أبعد بقليل من X. إذن F الـ X زائد H ناقص قيمة Y على X، لأن هذا يقع هنا، إن هذا f الاكس، إذا ناقص f الاكس، كل ذلك مقسوما على التغير في x. إذا كان هذا x زائد h هنا، فإن التغير في x عبارة عن x زائد h ناقص x، أو أن هذه المسافة هي h، التغير في x سيساوي h. إذا ذلك هو ميل الخط القاطع بين أي نقطتين هكذا. وقد قلنا أنه يمكننا أن نجد ميل هذا الخط القاطع إذا أخذنا نهاية هذا كلما اقتربت h من الصفر، ومن ثم نجد ميل الخط القاطع. الآن دعونا نطبق هذه الفكرة على اقتران معين. f الـ x يساوي x تربيع، أو y يساوي x تربيع. إذن هنا يمكننا أخذ هذه النقطة، بإمكاننا أن نعتبر أن هذه النقطة هي X أو X تربيع. إذن F الإكس يساوي X تربيع، ومن ثم تكون هذه النقطة، دعوني أكتبها بلون أكثر وضوح، هذه هي النقطة X زائد H، أي تلك النقطة الموجودة هنا، إنها تقع في الأسفل نوعا ما، ثم x زائد h تربيع. وتعلمون في العرض الأخير قد فعلنا هذا لقيمة x معينة، قد فعلناه للثلاثة، لكن الآن أريد صيغة عامة تعطيني أي x، ولا يتوجب علي أن أفعل ما فعلته في العرض الأخير لأي عدد محدد، سيكون لدي اقتران عام. تعطيني 7 وسأخبرك ما هو الميل على 7، تعطيني سالب 3 وسأخبرك ما هو الميل على سالب 3، تعطيني 100,000 وسأخبرك ما هو الميل على 100,000. إذن دعونا نطبق هذا هنا، نريد إيجاد التغير في y تقسيم التغير في x.
التغير في y تقسيم التغير في x. إذن أولاً التغير في y عبارة عن قيمة y هذه، أي x زائد h تربيع، تلك هي قيمة y الموجودة هنا، إنها موجودة هنا وهي x زائد h تربيع. لقد أخذت قيمتها x زائد h وقمت بتربيعها، وتلك هي نقطتها على المنحنى، إذن هي x زائد h تربيع، إنها تقع هناك. ثم ما هي هذه القيمة؟ f الx هنا يساوي، أعلم أنه يصبح فوضويا، يساوي x تربيع. إذا أخذت قيمة x التي لديك تقيم الاقتران على تلك النقطة وستحصل على x تربيع، إذن يساوي ناقص x تربيع. هذا هو التغير في y، أي تلك المسافة هناك. وكي نربطها بتعريفنا للمشتقة، أي هذا الشيء الأزرق الموجود هنا يعادل هذا الشيء الموجود هنا، لقد قمنا بتقييم الاقتران. الاقتران الذي لدينا هو f x يساوي x تربيع، لقد قمنا بالتقييم عندما كان x يساوي x زائد h. هناك a إذا كان عليك تربيعها، إذا وضعتها ستصبح a تربيع، إذا وضعت تفاحة هناك فستكون تفاحة تربيع، إذا وضعت x زائد h فستصبح x زائد h تربيع، أي ذلك الشيء. ثم إن هذا الشيء الموجود هنا عبارة عن الاقتران، وقد تم تقييمه على النقطة الموجودة في السؤال هناك. هذا هو التغير في y، ودعونا نقسم ذلك على التغير في x. فإن التغير في x سيكون h، وبهذا نحصل على صورة تلك العبارة. إذن هذا عبارة عن الميل بين هاتين النقطتين، لكن بالطبع نرغب بأن نجد النهاية على هذه النقطة. نقترب أكثر فأكثر من هذه النقطة، وهذه النقطة تقترب أكثر وأكثر من تلك النقطة، إذن هذا يصبح خط المماس. سوف نأخذ نهاية اقتراب h من الصفر، وهذا هو f فتحة للx، وهذا نفس التعريف، هذا بالضبط. بدلا من أن نكون شموليين ونقول لأي اقتران نحن نعرف ما هو الاقتران، لقد كان f الx يساوي x تربيع، لقد طبقنا ذلك بالفعل. بدلا من f الx قد كتبنا x تربيع، بدلا من x زائد h قد كتبنا f الx زائد h تربيع. لذا دعونا نرى إذا كان بالإمكان أن نقيم هذه النهاية. إنها ستساوي نهاية اقتراب h من صفر إلى مربع هذا، نهاية اقتراب h من صفر إلى مربع هذا، سأفعل هذا بنفس اللون، هذا يساوي x تربيع زائد 2xh زائد h تربيع زائد h تربيع، ومن ثم لدينا ناقص x تربيع هذا هنا. لقد قمت بضرب هذا الشيء هنا، ومن ثم فإن جميع هذا مقسوم على h. الآن دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نبسط هذا قليلا. حسنا، إنك ترى وبشكل مباشر أن لديك x تربيع ولديك ناقص x تربيع، لذا يتم حذفهما، ومن ثم يكون بإمكاننا أن نقسم البسط والمقام على h. إذن هذا يبسط إلى، إذن نحصل على f فتحة للx يساوي، إذا قسمنا البسط والمقام على h نحصل على 2x زائد h. أنا آسف لقد نسيت النهاية، النهاية تساوي، إنها مهمة جدا، نهاية اقتراب h من الصفر لكل شيء مقسوم على h. وتحصل على 2x زائد h تربيع تقسيم h يساوي h. وإذا كنت تتذكر العرض الأخير عندما قمنا بحله باستخدام
إكس محدد، قلنا أن إكس يساوي 3، حصلنا على 6 زائد دلتا إكس هنا أو 6 زائد اتش هنا، إذا هي متشابهة. فإذا أخذت نهاية اقتراب اتش من الصفر هنا فإن ذلك سيختفي، إذا هذا سيساوي 2 إكس. إن هذه نتيجة كبيرة، هذا ممتع، لقد أوجدنا أنه إذا كان f الاكس يساوي اكس تربيع فإن f فتحة للاكس يساوي 2x. هذا ما قد أوجدناه، وأردت أن أتأكد من أنكم فهمتم كيفية تفسير هذا. f الاكس إذا أعطيتني قيمة فستعطيك قيمة الاقتران على تلك النقطة، على نقطة رئيسية لإكس ستعطيك الميل على تلك النقطة. دعوني أرسم ذلك لأن هذا هو مفتاح الإدراك. ربما أنك كما تعلم أن هذا ربما غير بديهي في البداية لتفكر في اقتران يعطينا الميل على أي نقطة لاقتران آخر، إذا هو يبدو هكذا. دعوني أرسمه بشكل أكثر إتقانا من هذا، إنه لا يزال غير متقن كثيرا، إن هذا مرض، دعوني أرسمه في الإحداث الموجب. حسنا سوف أرسم، إن المنحنى يبدو شيء كهذا. الآن هذا هو منحنى إف الإكس، هذا هو منحنى إف الإكس يساوي إكس تربيع هكذا. فإذا أعطيتني نقطة تعطيني النقطة 7 تطبق، نضعه هنا، تقوم بتربيعه وهو يرتبط بالعدد 49، إذا تحصل على العدد 49 هناك، هذا هو العدد 7 مع 49. لقد اعتدت التعامل مع الاقترانات هنا، لكن ما هو F فتحة للسبعة؟ تقول 2 ضرب 7 يساوي 14. ما هو العدد 14 الموجود هنا؟ ما هذا الشيء؟ حسنا هذا هو ميل خط المماس على إكس يساوي 7. فإذا أردت أن آخذ تلك النقطة وأرسم خط مماس نقطة تمس المنحنى، إذا أردت أن أرسم خط مماس إن هذا لا يشكل مماسا كافيا بالنسبة لي، إن هذا هو خط المماس. لقد أدركت الفكرة، ميل هذا تأخذ التغير في y تقسيم التغير في x يساوي 14، ميل المنحنى على y يساوي 7، إنه منحنى عالي جدا. إذا أردت أن تجد الميل دعونا نفترض أن هذا هو y، لنفترض أن x له يساوي 2، لقد قلت على x يساوي 7 الميل هو 14، على x يساوي 2 ما هو الميل؟ حسنا تجد f فتحة للاثنين وهو يساوي 2 ضرب 2 يساوي 4، إذا الميل هنا هو 4. يمكنك أن تقول أن m يساوي 4 حيث أن m نسبة إلى الميل. ما هو f فتحة للصفر؟ نحن نعلم أن f الصفر يساوي 0، 0 تربيع يساوي 0، لكن ما هو f فتحة للصفر؟ حسنا 2 ضرب 0 يساوي 0، هذا أيضا يساوي 0، لكن ماذا يعني هذا؟ ما هو التفسير؟ إنه يعني أن ميل خط المماس هو 0، إذا خط ميله 0 يكون هكذا، يبدو كخط أفقي ويكون على اليمين. خط أفقي يكون مماسا إلى المنحنى على y يساوي 0. دعونا نجرب واحدة أخرى، دعونا نجرب النقطة -1. لنفترض أننا هنا x يساوي -1، إذا f -1 تقوم بتربيعه لأننا نتعامل مع x تربيع يساوي 1، تلك هي النقطة. ما هو f فتحة -1؟ إنه 2 ضرب -1 يساوي -2.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أن ميل خط المماس على إكس يساوي سالب واحد، بالنسبة لهذا المنحنى للاقتران هو سالب اثنين. فإذا أردت أن أرسم خط المماس هنا، إن خط المماس يبدو بهذا الشكل، وانظروا إنه خط ميله يتجه للأسفل، وهذا منطقي، إن الميل هنا يساوي سالب اثنين.